Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, mga kapatid Islam. Ayo boy, kasama mo si Sheikh Amir Muhammad Ali Granaderos. Amir Muhammad Ali Granaderos. Ayos. Correction lang yun. Masyaallah. Ngayon po ay isusulat ko yung pangalan niya sa calligraphy kasi nung nakita niya yung post ni Ibrahim, si Sheikh Ibrahim Casey, na nakita niya yung pangalan niya na gusto niya akong makita. Kaya alhamdulillah. Nakita kami. Alhamdulillah. Jazakallah khair Faiz sa iyong effort sa pagsulat ng aming mga pangalan. Ay magamit ng Allah ang iyong talent sa pagsulat ng iba't ibang mga pangalan ng mga masyaykh natin at mga da'i. Inshallah, ngayon isusulat natin at subscribe niyo lang po ang aking YouTube channel. Inshallah. Jazakallah khair. So, subscribe kayo. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد